كارثة اختي وقعت لي. ولدي تلف لي السوارد ديال الطوموبيل وجاج بيتو البارح كامل هواد مع من اللي كانوا غادي ناسي. بقى كيبكي خشيتو في الطوموبيل زعما غير باش يسكت داكشي معايا شافهم خارجين بدا كيبكي وصافي. هبط لي انا جاج الطوموبيل يجي بقى جالس تما بقيت جالسه معاه. كانت البارح الحراره اليوم صباح الشتاوات 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 ايوا خليته غير عند ما يخرجوا داكشي سلمنا عليهم صافي اختي. من بعد والو السوارت اختي ما لهم اثر. بغيت نسد الباب ديال البيبان ديال الطوموبيل والو والو. الشتاوات بايت اختكم خيط من السما خيط من السما غينا نقلبو عييت عرفتي اسلام مسكين الصباح كامل هو يقلب والو. تقول واش ليهم الاثر ولا ليهم الاثر صافي. خرجت عاوتاني هنايا كنقلب هاد الصباح هذا ما خليت جي هاد الجرده ما خليت حتى جي بلاصه. وتقول يا اختي واش كاينين واش كاينين ما عرفتهمش اختي فين زرقهم ليا. مشيت جهه لابيس لابيسين اصلا حنايا راه خوينا شويه باش صافي ما بقاش عندنا به الغرض وكنخاف يبقى يلوح ليا شي حاجه وما تبانش ليا صافي خوينا باش حتى لا طاحت شي حاجه يعني تبان ساعة. والو يا اختي والو. تقول واش لقينا هاد السوارت والمشكل الطوموبيل كنحتاجه وعندنا غير ساروت واحد يعني ما عنديش الدوبل. كاينه الطوموبيل اللي نخرج بها ولكن هذيك ديال الصخره ديال التقضيه ديال التكرفيس فهمتوا البنات. يا اختي اش غادي ندير ليا الله انا راه باقا كنقلب شحال هذه اختي بيني وبين خبيين ديال الدار. ايوا اختي اليوم انا راني حاده عرفتي واخا داكشي اللي وقع ليا في الماشي بحال الساعة باقي ما خديتوش على والله هنا هو الطوموبيل عمرات بالماء على والله. إلا ختي نتوما عارفين أن الدار لي خدم مليح خرا هنا عرفتي مادا ختي لقى حبيبة يقوت بيها قلبي ويمشي لخدمتو. وهنا ختي طلعت لكم ودقة لكم الساعة علاش في الليل هادي نهار اللي كنت كنت كنخبز في المسن لقيت لكم الساعة علاش في الليل ختي هادي راه ماشي ساعة لعلمك بقيت تشوفي مزيان مابقاش حداك على في الكومونتيرات كتبتي الاول وكتبتي الثاني ها واش عمركم شي واحد كيعجن الساعة ها اختي هادي انتي ساعة هادا براسلي ها هادا براسلي ديال الفروج وزيدونا اختي. وانا اختي بغيت ندير الساعة فينا هو المشكل عطيك الساعة علاش في اليد وما انت اختي بغيتي دير في الرجل الساعة اختي انا كنعرفوها الساعة كنعرفوها اختي كدير في اليد ما كداش غير في الرجل انا والله اختي مخيت كنديها تشي كومونتير انا غير كنطلع كومونتير كنت كنشوف كنشرح ليك كنقول لك قبيله حلي عويناتك ما تبقايش ديريها غير فيا هي نسات الساعه ها هي كتهضر ها هي ضحكات مالي نسات مالك والله اختي هذا بقا يدخل لنا غتخرج لنا حيت ماشي انت اللي عايشه معايا اولا ماشي انت اللي كتباتي معايا اولا باش كتشوفيني شنو كنحس ملي كنطفي الكاميرا ما كتكونيش معايا هذه راها خدمتي واي واحد راه كيضيع الحياه الموت علينا حق واش انت غادي ترجعو ها انا قضيت 40 يوم كنتمشي وبس نديبه وديت حالة فراسه واش رجعتها واش نيت كيرجع ها عرفتي ملي كتقول اختي انا دوزت عامين وثلاث سنين وباقا ما درت عمر ما يخرج عمر ما يتعلم عمر يا اختي شحال فيكم وانا يا عوض الله شحال فيكم قسما بالله انا كندير داكشي اللي كندير راسي انا ما يدوق عليا حتى شي واحد يقول لي كوترو تبان شي حاجه ولا خاصك شي حاجه ولا شي واحد يدخل عليا حتى نسيترو ديالي فيه فهمتي جديدة ايوا سير عمرتي سير الله يعاون الله يعاونك بغيت اختي تبعيني تبعي المحتوى ديالي مرحبا كانت عينك اختي شي حاجه اخرى انتي عارفاني ان اي واحد كيبقى يطلع لي فوق راسي كندير اختي بلوك وكنهني راسي خليني نفسي غير في هاد اللي فيا وهاد الفيديو اللي كنبارطاجيها وبزاف ديال الناس اللي كنتي اختي كيما كتشاهدي حتى بزاف ديال الناس اختي كيشاهدو معاها نتختم شهية هاد فلون هذا وبالخصوص هاد الفلون هذا ديال المغرب ديال درهم فلون ديال شينوا كيجي يا اختي بنين واخا راه كاين فلون هنايا على الشكلات واللوانات ولكن اختي ماشي بحال ديال المغرب صافي. خديت هنايا الكراميل انا درتو دابا هنايا
خليته كي هذا درته في المول وغادي نخليه. دابا خديت هنايا بالنسبه للمول الا بغيتو ديروا فيه الكيكه ضروري تدهنوه بزبيده وترشوه بالطحين باش ما يلصقش لكم، حيت ملي درت معاكم الكيكه والبارح لقيت بزاف الكومونتيرات كوتر واش المول كيلصق. انت يا اختي تفادي، هو كيقولوا ما كيلصقش ولكن راه كيلصق البنات. ضروري تدهنيه بالزبده وترشيه بالطحين. صافي خديت هنايا ايطرو ديال الحليب ديالي درته هنايا كيدفى. خديت هنايا هاد الفلون هذا ديال الشينوا، كما قلت لكم راه ما يمكنش ما نمشيش للمغرب اختي وما نجيبوش معايا، كيعجبني اختي ما نكذبش عليكم. صافي درت هنايا هذا راه ديال الطفوله، راه المغاربه كلهم كيجيبوه معاهم اللي ساكنين هنا في اوروبا. هذا راه معروف هاد فلون شينوا ديال درهم. بالنسبه الى درتي سيترو الحليب كديري ساشيه وحده وجوج معالق ديال السكر. درتي ايترو الحليب بحال انا درت ايترو الحليب، درت 4 المعالق ديال السكر وجوج ديال الساشيات هنايا ديال الفلون. صافي كنحركهم هنايا مزيان باش ما كي هذا ما كيكوروش ليا ملي كنديرهم في الحليب، ما كيكوروش الا ما شديتي وخويتي خويتي الفلون نيشان فوق الحليب غادي يكور لك ويبقى فيه داك الحبيبات. صافي كنحركو من هنا، كنخلي الحليب حتى كيدفى كيدفى لي مزيان. صافي كنلوح فيه هنايا هذا الفلون هذا وكنديروه في المول. ساهل ماهل ان شاء الله البنات. غادي نبارطاجي معكم واحد اللي كيكون بريستيج، كيكون باللوز، كيكون بالكريمه، كيجي حتى هو معروف عند تيتوانيين. نسيت اش كيعيطوا له، والله الا نسيت السميه ديالو. ماشي الطر، لا ماشي الطرون، لا نسيت اختي السميه ديالو اشنو كيقولوا له. حنا هذا كنقولوا له فلون، هكا كتزيني به مع مع الديسير تحطيه. المهم نسيت اختي السميه ديالو، مي عندي لا غوسيت ان شاء الله غادي نوجدها لكم اختي. رانا كندير شويه وكنمشي نرتاح، ما تديوش اختي كنهضر معاكم سخفانه ونهجانه. الشغل اختي اللي كنت كنديرو في نص ساعه دابا اختكم كديرو في ساعه وكثر. ما ديوجي على الفيديوهات مزربين تقولوا راه اختكم كتقيل تجري ولا اللي درتها بسم الله كوثرت شحال عادي، راه ما بقاتش اللي درتها بسم الله. واللي ما درتهاش اختي اللي عليه قلب واللي لاش قلب، الله يرزقنا غير الصحه والسلامه كويدات. صافي غادي نخشيه في الثلاجه. هاد النهار هذا غير ديال البيصاره، انا طلقيت الشتاوات كطح والبرد البرد البرد بانت ليا اختي هنا في واحد البيصيره تكون جبليه. المهم انا درتها غير بالفول، نورمالمون كنكون كنخلطها كتكون عندي جلبانه ولكن ما عنديش جلبانه. علاش قلت لكم راه الصباح هذا بقيت كنقلب على السوارت، البنات اللي كتسولوني راه باقا اختي ما لقيتش السوارت. كتقولوا لي هضري مع ولدك، ولدي راه واخا كنهضر معاك هادي لي هنا هو قلت انت حماقي انت وتلفي انت. صافي هنايا درت الفول، درتو كيغلى من بعد بدلت عليه الماء، فهمتي ملي غلى 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 كان عندي البقراج ديال الماء طايب، حيدت داك الماء ودرت ماء طايب جديد. صافي ونقيت هنايا الثومه واحد الخمسه ديال الفصوص ديال الثوم، ماشي الريوزي، فصيصات ديال الثومه. صافي وخليتهم كيطيبوا تقريبا واحد ربع ساعه، راه دغيا كيطيب لينا هنايا الفول. صافي من بعد درتها في ثيرموميكس ودرتها هنايا كتطحن مع الكمون، حيت حتى الا طحنات وضفتوا الكمون كيكور، وهي من الاحسن طحنيها مع الكمون. انا الثومه كنديرها على جوج مرات، الثومه اللي كطيب بها والثومه دابا هي كتغلى هنايا. شنو كندير؟ كناخذ عاوتاني واحد ثلاثه ديال الفصوص ديال الثوم كنحكهم كنحكهم وكنقليهم مع الزيت البلديه، فهمتي كنحكهم وكنقليهم مع الزويته البلديه وكنخليها كطيب مع داك البيصاره. هي اصلا كتكون ميم با 10 دقائق هكا كتكون غلات وطابت لينا، عرفتي على بالنا كتجي في هاد البيصاره هادي. وكنعرفوا البيصاره هي الثومه والزيت البلديه، حنا راه اختي جباله معروفين اختي بالبيصاره. حنا راه كناكشوفوا حنا القطنيه كناكلوها في الصيف وناكلوها في البرد، ما عندناش المشكل. انا البيصاره بعد ما راه كيقول لي قلبي عليها كنديرها في الصيف والله العظيم، عرفتي مع الزيت البلديه، واللي كيجي الوزن والله حتى كيفطروا بها، واخا داك شهر 8 وشهر 7 الحراره والناس من دابا كطلعوا الشمال في الصيف الناس كيفطروا بالبيصاره، حيت اختي بصراحة صحية. شوفوها الدكتور فايد اشنو كيقول عليها. صافي هنايا هي الثومه البنات، ها هي كتقلالي مع الزويته بلديه، هنا راه شاعله على البوطه. وكنخبز الخبز هنايا في نفس الوقت باش اختي ملي نوض لمزابي. اليوم صباح شويه ناعس مع العيال، البارح ما نعشش نهار كامل كتعرف معايا كانوا عندنا الضياف وداكشي. صافي غير مشاو الضياف، مشى هو للخدمه نورمالمون كيلعس كيدير شويه لاسيس باش حتى خدم 12 ساعه كامله في الليل الانسان كيلقى الجهد. ايوا صافي هنايا هي كتقلى ليا مزيان التويمه في هاد الزويته بلديه، وغادي نكبها غير كتبدا تقلى ماشي تحرق لكم، كنكبها على البيصاره وكنخليها كتقلى معاها. عرفتي هاد الزويته بلديه مع هاد التومه طالقه فيها، عرفتي راه واحد البنه كتعطيكم في البيصاره.
ايوا اختي ما شهيتك فيها، ما شهيتك. ايوا كليت اختي وبردت فيها. ايوا صافي الزينات ديالي هيا دابا من بعد ما تقلات ليا كان هنايا ولدي كيلعب حدايا وتكوطح بوحدو بوحدو ما مع حد. ايوا صافي الزينات ديالي انا غادي نكبها دابا هنايا وغادي نخليها كما قلت لكم تقلى ليا وغادي تشوفوا النتيجه ديالها من بعد. مهم جربيها اختي بهذه الطريقه واجي ردي عليا الخبر. ده انا اختي جب لي هذا النهار البيساره بالزيت البلديه والثومه، راه شاركت معكم الطريقه خبيز ديال الدار. شوفي الخبز سخون طيب طيب قال لي يا اختي باغا تحرقينا عرفتي. راه كنتغداو حتى الثلاثه للاربع على حساب المزابي هاد النهار هذا كما قلت لكم صباح ناعس. البارح ما نعشي وانا كنقلب صباح كامل واختكم برا كنقلب على السوارز دور من هنا دور من هنا دور من هنا والو اختي حرام واش لقيتو من دابا. شكرا كبيدات كتقول لي كوثر قري سوارز الضحى قري. دابا انا جيت عند اختي هنايا حتى الغدا في الصباح، جيت في العشيه وغادي نبقى هنايا حتى الصباح ان شاء الله عاوتاني نقرا سورة الضحى برا ونقلب عاوتاني. كتقولوا لي كوثر جريت الكوسانات، جريت الكوسانات جريت كل شيء خوتي ما لقيتهمش. انا عارفه ولدي لاحهم لايحهم دابا في شي بلاصه غير في الجرده لاحهم، حيت جوج تليفونات لحد الساعه باقي ما لقيتهمش لايحهم ليا في الجرده. تليفونات عاديين ماشي غير باش كيلعب بهم هكاك، دي فوا كنديرو فيه يوتيوب هكا كيشوف شي ديساني مي المهم كنسكتو بيه. انا كنحاول ما نعطيهش التليفون بزاف مي بعض المرة كنكون كنقضي الشغل ولا معايا الناس ولا شي حاجة غير باش نسكتو في داك الوقيتة هاديك وصافي. ايوا اختي هادي هي البصارة ديالنا بالزيت البلدية والحار ولي بغوشيط ديال الضيافة اختي وتحميرة الوجه. شوفي لي اختي هاد فلون كيفاش كيجي في هاد المول هذا اللي خدمناه فيه، كيجي غزال البنات. لا تقول لي الطريقه كوثر رجعي اختي الفيديو اللي قبل من هذا راني حطيته. شوفوا انا لي فخوي اللي كانوا عندي درتهم، هو اختي راكي كتزيدي تفني فيه على حساب لي فخوي اللي عندك وعلى حساب العلو اللي بغيتي. مثلا الا بغيتي يجي عالي كثر من هكا تقدري ديري حتى الاطر ونص ديال الحليب، ولا ديري داك الليمون اللي كيكونوا دايرين غارقين باش كيجيكم هكاك عالي تقريبا كديري فيه هذاك واحد جوج اطرو ديال الحليب، ولا كديري اطرو ديال الحليب واطرو ديال الكريمه. غير تسناو الكبيدات ديالي راه غادي نصاوبو لكم. ها هو عقلت على السميه ديالو، خلات لي واحد الكبيده قبيله قالت لي كوثر سميتو الكواخاده، كيكون هذاك بالكريمه كيكون بين الحليب والكريمه. الكريمه ديال الطبخ هكاك ان شاء الله غادي نحضروا لكم وكيكون باللوز وما تشبعوش منه غير هكا سامبل. والله يا خوتي مع لي فخوي مع خليته برد وراه دغيا كيتقلب لينا الزينات ديالي. هكا كان عندي شويه العناب شويه البعويت شويه التفاح شويه البرقوق، المهم رافقتو به هكاك الطبيصه كيتماشى عرفتي.